السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أحييكم أنا أحمد الزاهر. وتحية لكم مني أنا سمر حمد ومن زميلنا في لغة الإشارة عبدالله العقلة. والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان. مقاتلات التحالف العربي تشن سلسلة غارات على مواقع حوثية في صعدة. ولندن تتوعد طهران بتدابير دبلوماسية وعقوبات اقتصادية ردا على احتجازها ناقلة نفط بريطانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 للهجرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، موضحا أن المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق. ولتفاصيل أوفى معنا عبر الهاتف من جدة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مرحبا بك معالي الوزير. حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات. معالي الوزير، خادم الحرمين الشريفين وفي إطار اهتمامه بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين وجه اليوم باستضافة عدد 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان الشقيقة لينضموا إلى إخوانهم حجاج بيت الله الحرام، والذين سبق أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن ذات البرنامج. معالي الوزير، ودنا أن تطلعنا على أثر هذا التوجيه الملكي الكريم. خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز أيده الله أدام عزه وطال بعمره، حريص جدا على إخوانه المسلمين في شتى بقاع الدنيا، ويولي عناية خاصة لكل مسلم في على وجه الأرض. ومن هذه العناية الاهتمام لإتاحة الفرصة لبعض المسلمين لأداء فرض الحج، وهذا العام ولله الحمد بلغ العدد حوالي إلى هذا العام أكثر من 53,000 مسلم. وفي هذا اليوم المبارك صدر توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز باستضافة 1000 حاج من جمهورية السودان الشقيقة، 500 من أفراد القوات المسلحة السودانية وأسر وذوي الشهداء الذين ساهموا في الدفاع عن أرض اليمن من العدوان الصفوي البغيض، و500 من أبناء الشعب السوداني على وجه العموم. ولا شك أن هذه لفتة يعني من لفتات مقامه الكريم لأبنائه المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولا شك أن ما أمر به خادم الحرمين الشريفين ينم عن اهتمامه ورعايته وعنايته التي يوليها لأبناء الشعب السوداني الشقيق. معالي الوزير، ذكرت أن العدد وصل إلى أكثر من 53,000 حاج وحاجة الذين تم استضافتهم ضمن هذا البرنامج. كيف ترون أثر هذه الاستضافة وأيضا أصداء التي أو الانطباع الذي تركه هذا البرنامج في نفوس إخواننا المسلمين من شتى بقاع الأرض والذين سبق أن تم استضافتهم في هذا البرنامج وبتوجيه كريم طبعا من خادم الحرمين الشريفين، ولفتة حانية لإخواننا المسلمين الذين لا يستطيعون سواء القدوم أو أن هذه المكرمة تشملهم في بلدانهم في حول العالم؟ ولاة الأمر حفظهم الله في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية منذ أن أسسها الملك العظيم
الملك عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته إلى يومنا هذا، وهم يعنون عناية كاملة بإخوانهم المسلمين ويبذلون ما في الوسع من محاولة إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج والعمرة. وفي هذا العهد الزاهر، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله وأدام عزه، لا شك أن هناك تطور كبير في الاستضافة وفي نوعية الاختيار أيضا، وسرعة المبادرة أيضا في يعني استضافة كل من يمكن استضافته وفق الإمكانات المتاحة. كما لا يخفى عليكم أن مكة المكرمة يعني محيطها لا يستوعب الكثير، ولكنها صحيح. نسبة وتناسب، ويتم استضافة من يمكن استضافته لأداء فرض الحج من باب الأخوة الإسلامية واستشعار مسؤولية قائد هذه الأمة المباركة الملك سلمان الله يحفظه بأهمية مد اليد لإخوانها المسلمين في شتى أصقاع الدنيا. 1200 حاج تم هذه الأمر ب 1200 حاج في الأيام الماضية، هذه في أكثر من 72 دولة يشاركوا في هذا. ثم أمر ب 1000 حاج لدولة فلسطين من إخواننا الفلسطينيين، وأيضا عدة يعني و 200 حاج من ضحايا نيوزيلندا، وفي الطريق زيادة إن شاء الله كما عودنا مولاي خادم الحرمين الشريفين بالعناية بأبناء وإخوان المسلمين في شتى العالم في شتى أنحاء العالم. نعم، إذن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، شكرا جزيلا لك. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ابن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمحافظة جدة أعلن خلاله سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تقوم على تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريا وماليا، مشيرا إلى الاهتمام الخاص لسمو ولي العهد ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية بشكل خاص، مبينا أن هذا الدعم سيحقق الاكتفاء الذاتي لدى الأندية وسيسهم في نشر الألعاب المختلفة، إضافة إلى إيجاد نظام حوكمة مالية وإدارية ستكون الأندية معها قادرة على جذب المستثمرين، بما سيسهم بشكل كبير وفعال في زيادة مداخلها المالية. وأوضح سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية أن هذه الاستراتيجية ستعمل على تعزيز القطاع الرياضي بشكل عام والاستثمار فيه على وجه الخصوص، إذ ستقوم الهيئة العامة للرياضة من خلالها بتوزيع مبلغ 2,500,000,000 ريال للأندية وفق خطة متكاملة تشجعها على العمل وفق إطار عام لنظام حوكمة فعال يساهم في تطويرها على الصعيدين الرياضي والإداري، بالإضافة إلى شمولية هذا الدعم ل 170 ناديا وفق آلية محددة. كما ستساهم هذه الاستراتيجية في رفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها لتحقق أعلى المستويات العالمية من خلال تنوع وانتشار الألعاب المختلفة لدى الأندية وتعزيز مستواها وأدائها العام. هذه الاستراتيجية لدعم الأندية بكل ما حملته من شمولية لكافة الأندية وما تمثله من مرحلة نوعية جديدة، لابد أن نرفع معها كل الشكر والتقدير على ما يحظى به هذا القطاع من هذا الاهتمام ومن هذه الرعاية. الأمر ليس فقط مجرد تطور لمستقبل الرياضة، بل يتجاوز ذلك نحو نشر للألعاب المختلفة التي تعاني كانت كثيرا من جوانب عديدة، إلى جانب التحفيز والتفعيل لها، وهذا يظهر من خلال تخصيص ما يقارب 480 مليون لهذا الأمر فقط للألعاب المختلفة أو التي كانت بعيدة إلى حد كبير وغير مفعلة. قبل ذلك وضع معايير الحوكمة وزيادة الجماهيرية والاهتمام بالبنية التحتية، أعتقد كلها جوانب ستنعكس بصورة إيجابية على إيجاد فرص وظيفية
متوفرة وتكوين بنية استثمارية وتحتية عالية، بالتالي جذب للمستثمرين، وصولا لمرحلة اكتفاء إن شاء الله نتطلع أن تكون موجودة في المرحلة القادمة. نظام الحوكمة لوحده ووضع الآليات الخاصة بالأعمال الإدارية والمالية أعتقد أنها تمثل نموذج حقيقي في كل شيء. استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل، وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة وبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير في مكتبه بديوان وزارة الخارجية في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان وزارة الخارجية في الرياض اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزلوف، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أضاف قطار الحرمين السريع رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات لتسهيل تفويج وتنقيل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت إدارة قطار الحرمين أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقيل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعيا، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة. ويأتي إطلاق قطار الحرمين والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن اهتمام حكومة المملكة بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية. وعلى جانب آخر، استقبلت جوازات منفذ الوديعة الحدودي اليوم أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب ووزعت عليهم الهدايا والورود، وتم إنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة. جوازات المنفذ أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث هيأت صالة الحجاج بالمنفذ ودعمتها بالكوادر البشرية المؤهلة لأعمال الحج وبالأجهزة والمعدات الحديثة وأجهزة الحاسب الآلي المتطورة أو المطورة بالبصمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخولهم. وقد بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 562,056 حاجا وحاجة وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 547,505 حجاج، وعبر البحر 6,003 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 8,548 حاجا بزيادة بلغت 48,555 حاجا عن عدد القادمين في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة بلغت 9%. النشرة مستمرة وفيها بعد فاصل. القائد المتحمس تدريب سعودي أمريكي لمواجهة التحديات المشتركة. برنامج سكني يعلن اكتمال حجز الأراضي المجانية بمخطط عسفان شمال جدة. أهلا بكم من جديد.
تواصل وحدات القوات البرية الملكية السعودية والأمريكية تنفيذ التدريب المشترك القائد المتحمس 2019، وتستمر فعاليات التمرين خلال الشهر الجاري بمدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية. ويأتي التدريب في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية والتدريب على إجراءات تخطيط المدفعية ودور منسق النيران في عملية صنع القرار العسكري في عمليات الفرقة، إضافة إلى التمركز على دور لواء المدفعية في عمليات الاستهداف واستخدام الطائرات بدون طيارين والتدريب على إجراءات تنسيق الإسناد الجوي القريب. تمرين القائد المتحمس إرنست ليدر 2019 هو تمرين مشترك سعودي أمريكي متكرر له عمره حوالي عقدين تقريبا، واحد من أهم التمارين المشتركة بين وزارة الدفاع السعودية والأمريكية بهدف تعزيز التدريب المشترك السعودي الأمريكي. هناك تبادل الخبرات، هناك رفع الجاهزية والقدرة العسكرية بين القوتين بما ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخصوصا في هذه المرحلة. أنا أعتقد أنه كما أشرتم في تقريركم أن يركز على توحيد المفاهيم لإدارة المجال الجوي وتنفيذ تمارين مركز القيادة بشكل عام وأيضا سلاح المدفعية، تعظيم دور صناعة القرار العسكري القائد العسكري من خلال دور منسق النيران في سلاح المدفعية، وهناك لواء مدفعية في منطقة حفر الباطن، أيضا تفعيل وتعظيم دور استخدام الطائرات بدون طيار، وتطوير إجراءات تنسيق الإسناد الجوي القريب، وهذا مهم جدا. وهناك تفاعل وتسلم للمهمات بين الطائرات والمدفعية في مثل هذه الأعمال. أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عسفان السكني شمال محافظة جدة بعد 3 أيام من إطلاق عمليات الحجز في المخطط. البرنامج بيّن أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالوزارة أنهت ما يزيد عن 90% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وأوضح أن إجمالي العقود الموقعة مع المستفيدين من مخطط عسفان قاربت 600 عقد من أصل 1115 عملية حجز تمت على كامل قطاع المخطط، مفيدا بأن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع المستفيدين لتلبية الطلب على المخططات السكنية في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكنية إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030. في مدينة تبوك انطلق مهرجان الورد والفاكهة في منتزه الأمير فهد بن سلطان، والذي يستمر 20 يوما، ويضم المهرجان بين جنباته العديد من الفعاليات والأنشطة وسط حضور كثيف من الزوار. نتابع. انطلق في مدينة تبوك مهرجان الورد والفاكهة، حيث شمل على العديد من الفعاليات، فقد كان حافلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتعددة، حيث شهد المهرجان إقبالا كبيرا من الزوار. انطلق مهرجان الورد والفاكهة هذا اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة. حقيقة هذا العام حرصنا أن يكون المهرجان له يعني عدة فعاليات، فيه أيضا إذا نتحدث عن الأهم هي مشاركة الجهات الحكومية رئاسة أمن الدولة لأول مرة تشارك في منطقة تبوك، المديرية العامة للسجون، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الزراعة. في أيضا فعاليات لزوار المهرجان الورد والفاكهة، السيرك يقام لأول مرة، حديقة الطيور، حديقة الفراشات، وكثير العديد من فعاليات مسرح الطفل أيضا، وهناك العديد من الجوائز والرعايات من الجهات الحكومية والخاصة. مهرجان الورد والفاكهة لعام 1440 بهذه النسخة تحديدا ما شاء الله تبارك الله تطور ملحوظ، مثل ما تلاحظون أيضا الحضور الغفير من أهالي منطقة تبوك المتشوقين لمثل هذه الفعاليات المهمة. أنا أحد سكان محافظة تيمة، بصراحة جهود جبارة عظيمة، جهود تذكر ثم تشكر. ضم المهرجان بين جنباته كل متطلبات الأسرة في موقع واحد، حيث جمع بين التسوق والترفيه والتثقيف. شوف عينك يعني الوضع ما يبغى له تتكلم، يعني الصور تتحدث أكثر.
مهرجان جميل وكل سنة أفضل من سنة يعني. طبعاً إحنا أول حديقة فراشات في المملكة العربية السعودية، فالإقبال حيكون كبير عليها، والناس تحب تشوف حاجة تجديدية. لما يكون عندك حاجة تجديدية في المجتمع الناس تقبل عليها، وهذه فكرة جديدة ولأول مرة تطبق في المملكة العربية السعودية، ونطمح إن شاء الله تكون أحسن وأحسن من كذا بإذن الله. استطاع مهرجان الورد والفاكهة بمنطقة تبوك أن ينقل صورة حقيقية وصادقة عن مقومات منطقة تبوك السياحية والزراعية وما تشهده المنطقة من نهضة اقتصادية. كلنا ناس بس أنا سعودية، أسعد ربي اللي خلقني سعودية، وطني سيبقى للمقام منارة والبقاء رمزا، دام عزك يا وطن. سلطان المرواني، تبوك. النشرة انتهت، وهذا تذكيرنا بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين وجهوا باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان. مقاتلات التحالف العربي تشن سلسلة غارات على مواقع حوثية في صعدة. ولندن تتوعد طهران بتدابير دبلوماسية وعقوبات اقتصادية ردا على احتجازها لناقلة نفط بريطانية. مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة، وفي أمان الله. في أمان الله. We'll be right back.